الخبر الاولي عدنا عن وسام تيكت والتهجم المطبيعي اللي تعرض له بعد تنزيل هذا الستوري بالبرومو مال اغنيته الجديده اللي دس ياسو يا حبايب ويتهمها ويحكي على اهله وابوها يا حبايب انهم منفصلين عن بعض. هذا خلى اغلب المتابعين طبعا انه يشوفون ان الموضوع كلش غلط وعيب مثل ما شايفين بالكومنتات اللي قدامكم يتهجمون على وسام تيكت. وطبعا القصه ما انتهت لنا يا حبايب، فريدر طلع ودافع عن ياسو صراحه شيء كلش حلو رغم المشاكل بينهم، طلع دافع عليها ونزل هذا الستوري كاتب بيه ما اعرف مش وقت صار التعيير بانفصال الاهل شيء حلو، كل السوشيال ميديا تنزل للحضيض اكثر واكثر وشكل الوضع صار يراد لكرنفالي 3 حتى ارجع ملفك اقفل اذا هو موجود اصلا. سهل يكون اهلك منفصلين بس صعب تكون رجولتك ما منفصلة عنك. طبعا كلام ريدر يا حبايبي ينطبق على الكل سواء ياسو ولا غيرها، الكلام اللي قاله وسام غلط لانه يحكي على الاهل. على كل اكتب له بالكومنتات هل استحق التهجم اللي تعرض له او لا. انترك مثل امك حتدوري وما حتلاقي وقت لا تكسبع حالك وتحني وتشتاقي كل البعونة. نروح حاليا لقمر الطاي وش يصدم سوته والتقاها ويا باريش دادا، اكيد هذا الشيء راح يكبر الخلاف اللي بينها وبين نورمار، مثل ما تعرفوا نورمار عنده مشكله ويا باريش فيمكن هذا الشيء يخلي خلاف اكبر. على كل قمر نزل شويه ستوريات ويا باريش راح احط لكم اياها شوفوها. في طبعا اليوم اكو شخص هو المفروض يعني اذا تشوفنا نشوف في تركيا، تخيلوا ما شافنا في تركيا فجاه نشوف في دبي. لفيت لفه كثير طويله. شو عم تحكي انت؟ وين عم هاي باريش؟ شلونك؟ الحمد لله شلونك؟ الحمد لله، شلونك؟ طبعا رد نورمار كان عن طريق تنزيل هذا الستوري ويا نارين بيوتي وكان طبعا كاتب عليها نارينو وبنفس الوقت نزل ستوريات، كان بداخل حفلة مون فلوكز يا حبايب مال عيد ميلاده، فطبعا كل عام وانتم بخير راح اعطيكم ستوريات شوفوها. يوم عيد ميلاد مون! كل عام وانتم بخير! احلى واحد بالدنيا بس دبي انت. بوصل حبايبنا وصلت المقطع، فشنو نقطه بلايكات شنو كوفيت زي مقدمك القصص، احبكم مع السلامه.